اليوم تدفع ثمن وقوفها وإبائها. سلم الجميع، دخلوا في معاهدات سلام، لا ليست معاهدات سلام بل معاهدات استسلام، يباع فيها الدين والشرف والعرض. وقعوا معاهدات استسلام مع من؟ مع من؟ مع إخوان القردة والخنازير، مع الذين قال عنهم الله عز وجل في كتابه أنه لا عهد لهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، مع الذين خانوا الله عز وجل، مع الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين، مع الذين فجروا، مع الذين نقضوا العهود مع الله عز وجل ومع البشر. هؤلاء الذين وقعوا معاهدات الإسلام مع اليهود والنصارى يكذبون الله تبارك وتعالى ويكذبون القرآن. واليوم وكل يوم نرى نتائج هذا التوقيع. ما الذي استجابت له هذه الدولة الصهيونية من بنود للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت معها، سواء مع الجانب الفلسطيني الخائن أو مع بقية الدول الذين طبعوا وسارعوا للتطبيع والتطبيس والانحناء والركوع لسادتهم؟ ما الذي جناه هؤلاء من هذه المعاهدات؟ هل وفت ما يعرف زورا وبهتانا بدولة إسرائيل؟ وإسرائيل نبي الله، حاشا نبي الله أن تنسب إليه هذه الشرذمة القليلة. دولة بني صهيون، الدولة الصهيوصليبية، هل وفت بعهودها؟ ما الذي قدمته لأهل فلسطين؟ ما الذي قدمته لمن وقع معها ممن هو موجود في الضفة الغربية؟ هل توقفت عن القتل منذ اتفاقيات أوسلو وما تبع من اتفاقيات؟ هل توقفت عن القتل؟ هل توقفت عن التهجير؟ هل توقفت عن اغتصاب الممتلكات؟ هل توقفت عن القصف؟ لا، لا، مستمرة. وما زال هم بالعكس الضعفاء، من وقعوا معها هم من يسعون خلفها ويستجدونها ويبحثون عن رضاها، بل يفتكون بأبنائهم الرافضين لهذا الذل وهذا الهوان.